مسألة رقم 4، عايزين نجري شوية عشان وقتكم. ودي ايه المسألة دي عبارة عن ايه؟ عن تانك كبير اهو، طالع منه ماسورة داخلة على ماشين، ما نعرفش ايه الماشين دي، يا ترى بامب ولا تربين. وبعدين طالع منها ماسورة طالعة فوق كده اهو، ونازلة تاني لتحت، ورايح لحتة معينة بتفضي في الأتموسفير باين تقريبا. تمام، أدي الماسورة أهي، حلو، حلو أوي، زي الفل. إيه بقى اللي حاصل هنا؟ الدايمتر في كل حتة واحد تقريبا من عدد الدايمتر في الحتة دي. خلينا نتأكد كده. لا، الدايمتر في كل حتة واحد ما عدا المنطقة دي. أتخن شوية، أو ضعف الدايمتر، ليه بقى؟ معرفش، بيني وبينك يعني. فإيه؟ عشان يعمل لك المسألة، فده دي كابيتال، هنا دي سمول، هنا دي سمول. تمام؟ طيب، الدي سمول جيفنز 15 سنتي، دي كابيتال أو كابيتال دي سوري 30 سنتي، الكيو اللي ماشي عندنا في المواسير 0.06 كيوبيك متر بير سكند. قال لك عندنا هنا نقطة وعندنا هنا نقطة، فين بالظبط؟ بي على نفس المستوى ده، نقطة هنا سماها بي والنقطة دي سماها ايه، وعندنا هنا فين تاني؟ هل في نقطة تانية؟ فقال لك فرق الارتفاع ما بين النقطة دي، نقطة A ونقطة B، سماها دلتا زد 1. وبعدين ما بين نقطة B لنقطة للمستوى بتاع الخروج ده كده، سماها دلتا زد 2. تمام، حلو أوي، واضح إن دي بتخرج بقى في اتجاه معين، في الاتجاه ده بتخرج كده. تمام، حلو. إيه المطلوب يا فندم؟ مطلوب 3 حاجات. اه طبعا، اداني دلتا زد 1 واداني دلتا زد 2، 1 بيساوي 2 متر و2 بيساوي 4 متر. معلش بقى، يعني اسفين على عدم التناسب في الرسم، عشان ممكن تتخيل ان الماسورة طولت شوية كده اهو، بتفضل الناحية دي عشان تبقى ايه مناسبة للأرقام اللي احنا حطيناها. ايه الريكويرمنتس بقى؟ عايز PA، pressure على نقطة A و pressure على نقطة B، وتقول لنا type of machine، يعني حضرتك الماشين دي بت add energy ولا بتاخد energy. تمام، يعني turbine ولا pump. طيب، هل هو قال لي قال لك اه، قال لك معلش يا فندم، هنضطر نعمل لك كده اهو، علشان ال elevation بتاع ايه هو نفس ال elevation بتاع التانك ده، same elevation. اوكي، تمام، ماشي، زي الفل. طيب، مبدئيا كده ايه اول حاجة نقدر احسبها علشان اوصل بي اي وبي بي دول؟ اعمل ايه بالظبط؟ انا اقول لك يا سيدي، تعال نفكر بالراحة كده، زي ما كل مسألة جاتلي في الامتحان وبفكر فيها ومعايا التولز اللي احل بيها. هقول ايه؟ هقول انا معايا كيو، معايا دايمترز، الدايمتر عند ايه هو دي كابيتال دي، والدايمتر عند في هو سمول دي. يبقى انا لو قسمت الكيو على الاريا بتاعت ايه والكيو على الاريا بتاعت دي، معايا في اي ومعايا في بي. مظبوط. هل معاك فرق الاليفيجن ما بين ايه وبي؟ معايا فرق الاليفيجن يا فندم. طيب، هل معاك الـ pressure عند A وعند B؟ لا، ده مطلوب. يبقى أنا عندي الـ velocities، ومعايا فرق الـ elevation، ومعيش الـ pressure، معيش، ما اتكلمش هو عن أي حاجة في الـ losses، يعني ما قالكش الـ losses بتساوي كذا، خلاص. ما دام هو ما ادالكش حاجة تحسب بيها الـ losses أو equation أو أي حاجة، اعتبر إن الـ friction negligible في المسألة دي. حلو كده؟ كويس. يبقى أنت بتتكلم على الـ 3 ترمات بتوع برنولي، اللي هو الـ pressure والـ velocity والـ elevation.
الاليفيشن معايا ما بين A و B، والفلوستي معايا عند A و عند B، بس P A و P B الاتنين A مش معايا. طب لو انا بصيت عند الخروج هنا ده، يا ترى نظامه ايه؟ البريشر عنده اتموسفيرك، بيفضي، هو واضح من الرسمة ان هو بيطلع في الاتموسفيرك، البريشر عنده اتموسفيرك. فرق الاليفيشن عن بي وعن ايه عندي اي واحد من الاثنين، الفيلوستي عنده هتبقى المفروض نفس الفيلوستي عند بي، الفيلوستي عنده هتبقى المفروض نفس الفيلوستي عند بي. حلو حلو، ليه نفس الدايمتر؟ يعني هيجرى له ايه؟ وبالتالي انا عندي الفيلوستي عنده عند بي، وعندي البريشر عنده، ما عنديش البريشر عند بي، اذا وعندي الدلتا زد، يبقى اقدر ان انا احسب عن طريق تطبيق برنولي ايكويشن ما بين الخروج ده وما بين بي، او ما بين الخروج ده وما بين ايه، اقدر احسب بي ايه او بي بي على حسب ما انت تحب تبتدي منين. بس الاول محتاج ان انا احسب بي ايه، محتاج ان انا احسب بي بي. اوكي طيب زي الفل. فبي ايه تساوي Q على AA. زميلي في المكتب جه عشان بتصور لك الصبح، فعلشان كده ايه يعني الوضع ايه بالنسبة لي وبالنسبة لي، بس احنا كلنا مزنوقين في الوقت. يبقى عندي 0.06 سم على باي اوفر 4 دي ايه، اللي هي هتبقى 0.3 سكوير، هتطلع لي بكام في ايه؟ هتطلع لي 0.848 متر بير سكند. نفس الكلام هحسبه ال في بي، هتطلع معايا ب 3.39 متر بير سكند. تمام زي الفل. وبعدين قلنا بقى يتطبق برنولي من ايه للنقطة دي، نسميها نقطة دي مثلا أو سي، سوري خليها سي، دي نقطة سي عند الخروج اهي، يا من ال سي يا من بي ال سي. انا طبقت هنا من ال سي، يبقى لما اجي اطبق من this equation من ال سي، نمسح ده بقى، يبقى ساعتها هقول P A over gamma plus V A square over 2 G plus Z A is equal to P C over gamma plus V C square over 2 G plus Z Z C. طيب P A دي أنا عايز أعرف، P C قلنا هتبقى تقريبا بزيرو علشان أنا هحسب P A كده إيه gauge pressure، V C و V A بيساو، سوري VC و VA أنا already معايا VC زيها زي VB، تمام؟ VC هي VB بتساوي VB، إذا معايا القيمة بتاعتها ZA minus ZC، ZA minus ZC تساوي 2 meters plus 4 meters 6 meters. يبقى أنا معايا كل حاجة، معايا PA اللي هحسبها بالجيج وافتكر الكلام ده، PA هتطلع معايا minus 53400 باسكال. تمام بقى عندي الجيج واضح انها هتبقى اقل من الاتموسفيريك بريشر. طيب دلوقتي بقى معايا مين بي اي، عايز احسب بي بي، يا اما اطبق من بي لسي يا اما اطبق من اي لبي. انا بفضل انك انت تطبق من بي لسي لسبب، افرض انك انت عملت غلطه في الكالكوليشنز هنا وحسبت بي اي غلط، تقوم تكرر لك كمان وتجيب لك بي بي. انا بفضل انك تطبق من بي سي افضل، وانا فعلا عملت كده. يبقى هنأبلاي برنولز ايكويشن من بي سي، تمام؟ يبقى ساعتها بي بي اللي انت عايزها على جاما بلس بي بي سكوير اوفر 2 جي بلس بي تساوي بي سي اوفر جاما بلس بي سي سكوير اوفر 2 جي بلس بي زد سي، سوري. الفرق ما بين بي وسي معاك اوريدي الاربعة متر، بي سي انت عايز تجيبها، بي سوري بي بي انت عايز تجيبها بي سي، تحط
طب 0 يبقى هتجيب بي بي بالجينج، في بي وفي بي سي قد بعض يبقى الترم ده هيطير مع الترم ده، يبقى ديفينيت تحصل في بي الجينج بريشر هتطلع معاك ماينس 196200 باسكال. تمام، طيب ازاي اقدر اعرف تايب اوف ماشين؟ انا حسبت دلوقتي كده بي اي وبي بي، ما عنديش اي مشاكل فيهم. طيب بالنسبه للتايب اوف ماشين اعرفه ازاي؟ وهل في فايده من ان هو قال لي نقطه A والفري سيرفيس هنا ليهم نفس الاليفيشن؟ طيب فانا دي فايده. فكر دلوقتي كده، انا دلوقتي لو جيت احسب الهيد بتاعه الماشين دي فرحت مطبق الانرجي ايكويشن، طبعا المره دي بقى مش بنواليز ايكويشن، الانرجي ايكويشن من نقطه 0 دي لنقطه A، تمام؟ ايه اللي انت تعرفه عنهم او الايكويشن بتبقى فيها ايه؟ اكيد هتبقى فيها هيد الماشين دي، تمام؟ افرضها بامب طلع الهيد بتاعها بالبوزيتيف، خير وبركه، هيبقى بامب زي ما انت فرضتها. طلع الهيد بتاعها بالنيجاتيف تبقى تربانين، تبقى كانت تربانين. حلو، بسيطه اهي، افرضها ماشين من التو ماشينز اللي انت عارفه. لو طلع على حسب الفرضيه بتاعتك الهيد بتاعها بالبوزيتيف يبقى زي الفرضيه صح، لو طلع بالنيجاتيف يبقى الفرضيه ايه؟ غلط. يا اما تعمل حاجه ثانيه، تحسب الانرجي عند زيرو وتحسب الانرجي عند A. لو لقيت ان الانرجي اللي كانت عند 0 اكبر من الانرجي عند A يبقى حضرتك سحبت انرجي، يبقى دي تربان. لو لقيت ان الانرجي عند 0 اقل من الانرجي عند A يبقى حضرتك اديت انرجي، يبقى دي بامب. ادي عندك سكه من اتنين، اللي تريحك استعملها. كويس جدا، تعال نشوف بقى، تعال جرب انا السكه التانيه اللي هو احسب التجميع بتاعت الانرجي بتاعت برنولي بتاعت الترمات عند زيرو مثلا. ف بي زيرو بجاما ده دي زيرو سكوير على 2 جي زائد زد زيرو. لو انا جيت اقارنها ب، تعال نشوف الفرق ما بينها وما بين نفس الترمات عند A. لو الفرق ده طلع بوزيتيف معناها ان احنا عند A اقل من عند زيرو، يبقى تربين صح. لو الفرق ده ان ده ناقص ده طلع بوزيتيف، ده معناه ان ده اقل من ده، معناه ان انا سحبت انرجي. اوكي، فهقول بي اي اوفر جاما بلس في اي سكوير اوفر 2 جي بلس زد اي. تعالى بقى نعوض بي نود بزيرو، يبقى الترم ده هتنزله بالنيجاتيف زي ما هو يا فندم عشان جيج. في نود زيرو، VA انت حاسبها، Z نود ماينس Z A معاك القيمة بتاعتها بزيرو، طاروا مع بعض. يبقى احسب لي بقى الترم ده هيطلع بكام يا فندم؟ هيبقى عندك هيطلع معانا الفرق ما بين الاتنين دول 5.414، طلع بوزيتيف يعني، يعني الانرجي اللي عند زيرو اكبر من الانرجي اللي عند A، معناها ان انا سحبت انرجي من زيرو، معناها ان الماشين دي ويتش تربين، تمام؟ بوزيتيف انس انرجي ات زيرو از هاير ذان انرجي ذا انرجي. A hence the machine is turbine. تمام، زي الفل، كويس جدا. طيب المسألة الثانية أو المسألة اللي بعديها هي عبارة عن موتور سايفون. انا مش شايف في المساله حاجه صعبه، يعني ممكن نقول الفكره بتاعتها بمنتهى البساطه. ووتر سايفون ده ممكن انك انت تعمله في البيت، هو بيعتمد على برضو استخدام برنوليز ايكويشن. يعني هات انبوبه كده بالك فاضيه، وعبي الانبوبه دي بالميه. اوكي، خلينا نرسم هنا.
ادي تانك ميه جردل عادي جدا اهو، وادي الانبوبه اللي انت عبيتها من الناحيه دي والناحيه دي ميه، خد بالك، ومنزلها تحت الاليفيشن اللي فيه الطرف التاني من الانبوبه، ادي فيه مستوى الميه اهو، حلو، وسددها بصباعك كده، ورحت سايبها دخلتها هنا اهو، ورحت سايب صباعك من هنا اهو وماسك دي كده. وانس انك انت تسيب صباعك من هنا، التقل بتاع الميه هيبتدي ينزل، فلما التقل بتاع الميه بتاع عمود معين من الميه هينزل، هيعمل لك تفريغ في المنطقه دي، تفريغ يعني ضغط منخفض، يعني هيبتدي هيكون الضغط اللي هنا اعلى من الضغط اللي هنا، تبتدي الميه تتحرك 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 تتحرك، تبص تلاقيها بتسحب ميه من التانك نتيجه لفرق الضغط اللي حصل ده، نتيجه لسام هاو كافيتيشن حصل، ده فهمي للظاهره دي، تمام؟ يعني ده اللي انا فهمته من الظاهره دي، او ترجمه للظاهره اللي بتحصل دي. هو ده اللي بيحصل، بس بيحصل ليه؟ ده اللي انا بقوله يعني، تمام؟ ممكن انت تجربه وتشوفه بعينك. طيب، منتهى البساطة بقى، ايه المطلوب هنا؟ هو منديك شوية حاجات وطالب السرعة والبريشر عند نقطة معينة، يعني زي ما عملنا كده من شوية. ايه بالظبط اللي هو مديهولك؟ مديك اللينس او الارتفاع ده، خلينا نمسح الحتة اللي انا حطيتها في النص دي. قال لك من منتهى البساطة هنا ده الفري سيرفيس بتاعك، و قال لك ان الارتفاع ده 1 متر، والارتفاع ده من هنا لهنا لحد الطرف اللي بيطلع المايه 8 متر، وقال لك عايز الفلاستي عند 2، وعايز البريشر عند نقطة A هنا اهو اللي أعلى نقطة، يعني عايز PA هنا، وعايز الفلاستي عند 2 اللي هي نقطة 2 هنا دي، وقال لك ان هنا عند السطح ده نقطة 1، فهو عايز P2 سوري V2، السرعة عند 2 هتبقى بكام؟ تمام؟ طيب، موضوع التانك زي ما قلت لكم كده، زي ما طبقناه في المسائل اللي فاتت، التانك اللذيذ اللي فيه ان هو متعرض للاتموسفيرك، فالبريشر عنده اتموسفيرك معروف، السرعة عنده مقارنة بالتيوبز او المواسير نيجليجيبل، وبالتالي اقدر عندي ترمين فيه معروفين. يبقى انا لو طبقت ما بين هنا وهنا، ما بين 1 وما بين A، او ما بين 1 و 2، خلينا نقول مثلا ما بين 1 و 2، ال pressure عند 2 atmospheric، ال pressure هنا atmospheric، يبقى الترمات بتاعت ال pressure طارت، فرق ال elevation ما بين الاتنين معايا ده هيبقى 7 متر، تمام؟ وال velocity عند 1 اقدر ان انا assume انها V1 square tending to 0، يبقى أقدر أحسب V2 على طول، تمام؟ then can you close the door؟ sorry يبقى V2 حسبتها، تمام، زي الفل، عشان بس إيه مش عايزين نضيع وقت في المسألة دي. V بقى اتعمل V2، والمفروض إنك أنت تقدر ساعتها تطبق ما بين هنا وهنا، ازاي؟ المفترض ان في VA هتساوي V2 لانها انبوبه واحده، والمفروض الانبوبه الواحده دي السرعه فيها هتبقى واحده، تمام؟ لان الفرق في البريشر بيبقى جاي من الاليفيشن اصلا، من الفرق في الاليفيشن المره دي، لان الكونتينيوتي لازم تتطبق، كونتينيوتي ان الفلود اللي ماشي هنا هو الفلود اللي هيمشي هنا، هو الفلود اللي هيمشي هنا. طيب، يبقى انا لو طبقت ما بين 2 وما بين A، V2 هتساوي VA، ادي ترمين طار، معاك فرق الاليفيجن ما بينهم، والبريشر هنا اتموسفيريك، يبقى تقدر تحسب البريشر عند A. هتحط البريشر هنا بفاليو اللي هو 101 مضروب في 10 اس 3، هيطلع لك البريشر ده ابسولوت على طول، هتحطها بزيرو هيطلع لك البريشر ده جيج، وساعتها لازم تجمع عليه 101 مضروب في 10 اس 3 بس كده، تمام؟ حلو جدا. دي المسألة رقم كام دي يا فندم؟ 5. مسألة رقم 6 برضو بسيطة، المسائل كلها بسيطة بصراحة، يعني أنت بتاخد شوية خبرات في حل المسائل كده أهو، تساعدك بعد كده لو في مسائل متكلكعة تقدر برضو تحلها بإذن الله، أو طالما أنت فاهم الـ approach أو الـ concept خلاص بإذن الله مفيش حاجة تبقى صعبة عليك. طيب، المسألة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تانك وماسورة وصل عليها تربين، وبعدين طالع منها الطرف التاني من الماسورة دي. ايه الفكرة في المسألة دي؟ تطبيق الانرجي ايكويشن بس،
يعني معلش انا مش عايز اضيع فيها وقت، عايز اقول الحته الجديده اللي فيها ايه. تانك ماسوره طالعه منه داخله على تربين، طالع منه ماسوره الناحيه التانيه بتفضي في الاتموسفير. كويس جدا. ايه الحاجه الوحيده الجديده؟ ان هو طالب الباور بتاعت التربين دي. الباور بتاعت التربين دي زي ما انت عارف هي عباره عن ام دوت جي في الاتش بتاعت التربين. هتجيب الاتش بتاعت التربين منين؟ هطبق ما بين اي نقطتين انا عارفهم قبل التربين وبعد التربين انا عارفهم. طيب النقطتين اللي انا عارفهم دول ايه؟ في الغالب بيبقى الفري سيرفيس بتاع التانك اللي هو مديهولك، ونقطه الخروج اللي بعد التربين علشان عندها بي اتموسفيريك برضه. عندك في اتموسفيرك هنا وفي اتموسفيرك هنا، او اتموسفيرك بريشر هنا اتموسفيرك بريشر هنا، العمليه ارتاحت خلاص. السرعات، هل هو مديني اي حاجه احسب بيها السرعه؟ طيب انا محتاج السرعه، يبقى اعمل ايه؟ هو مديني الدايمترز تمام. هل انا محتاج السرعه؟ هل هو اداني اي جيفن اقدر اعرف بيه السرعه هتبقى considerable ولا لا؟ هو المفروض ان هو مديني السرعة عند، لما بص انا اسألك، مديني السرعة عند الخروج فعلا. يبقى انا هطبق ما بين السطح بتاع التانك وما بين الخروج علشان عندي السرعة وعندي البريشر وعندي ايه كمان، السرعة والبريشر وفرق الاليفيجن معايا كمان. فالمسألة ستريت فورورد، هتطلع الاتش بتاعت التربين هتضربها في الام دوت اللي اوريدي المفروض معاك الفي، ومعاك الرو بتاعت الريسيفوار ده بتاع ايه؟ بتاع ميه. الريسيفوار ده بتاع ميه تمام. مش انت ميه يا ابني؟ ميه. فانت معاك الام الرو بتاعت الميه، هتضربها في الـ في الكيو اللي هي في الاريا، هتضربها في الجي، هتضربها في الاتش اللي انت حسبتها كده. ادي البي الباور بتاعت الباين اهو. تكتب بقى عيب، نقفل ده. طيب نخليه يتسند كده اهو. تمام، ونفتح ده. الباور بتاع التربين اهو عبارة عن الام دوت، بما انه ما ادالكش efficiency ولا اي حاجة، يبقى هو بيتكلم عن الباور اللي وصل للفلويد، او زي ما يكون الافشنسي 100%. تمام، ام دوت في جي في الاتش بتاعت التربين. تمام، دي بحسبها من الانرجي ايكويشن. تمام، طبقت الانرجي ايكويشن، كان عندي التانك اهو، وادي التربين اهي، وادي الخارج بتاعها اهو، ومديني فرق الاليفيشن ده، مديني السرعه هنا، ومديني الدايمتر، وهنا معايا الفرق الاليفيشن كده ما قلت لك. البريشر هنا اتموسفيريك، البريشر هنا اتموسفيريك، السرعه هنا معايا، السرعه هنا بزيرو، او assuming ان السرعه هنا سكوير بزيرو. وكده اقدر اطبق مباشرة، هطلع من برنولي هنا اهو ب اتش تربين. اتش تربين اعوض بيها هنا، هتقول لي اما دوت هجيبها منين؟ رو بتاعت المية هضربها في ال في دي، هضربها في الاريا، جبت الام دوت يا فندم. تمام، متنساش ان الباور يونتس بتاعتها وات. تمام، كويس جدا. المسألة اللي بعدها، ايه المسألة اللي بعدها؟ problem number 7. محتاجين نجري شوية، بس هو مفيش حاجات جديدة. طيب problem number 7 دي يعني سهلة أوي. ايه الحاجات؟ بيقول لك يا سيدي بمنتهى البساطة إن عندي airfoil، القلم ده مات خلاص الله يرحمه. airfoil يا سيدي أهو تمام، وقال لك ان السرعة عند الحتة اللي قدام دي، السرعة هنا 75 متر بير سكند، وقال لك ان السرعة فوق على الطرف اللي فوق ده 25 متر بير سكند. هنا هو السرعة كده، هنا هو السرعة كده تمام. ليه؟ لان هو بيطير ب 75 متر بير سكند. هو بيقول ايه؟ airfoil of figure moves through air at 75 meters per second and altitude of 2 kilometers. ماشي. The fluid at point 3 moves downstream at 25 meters per second relative to the ground.
What are the values of the static pressure at point 1 and 2 and 3? At altitude of 2 كيلومتر البريشر بيساوي كذا، مديني قيمة البريشر مليمتر زي ده. طيب يا سيدي ماله الكلام ده، ما يزعلش. طيب هو ما ادانيش السرعة هنا مبدئيا، معلش انا اللي قريتها غلط، دي مش السرعة هنا، دي سرعة الايرفون ذات نفسه. السرعة هنا احنا عارفينها، يعني دي نقطة الاستاجنيشن مبدئيا كده، النقطة اللي في البداية، النقطة اللي في الأول، اللي في أول الإيرفويل وبعدين الفلو بيبتدي يتفرق من عندها، دي نقطة الاستاجنيشن بالنسبة للإيرفويل يا شباب، يعني النقطة اللي السرعة عندها بزيرو. هنا الفري ستريم، هو حاطط في المسألة هنا الفري ستريم، السرعة عندها سرعة الإير، الإيه؟ سرعة الإير عموما. طيب معلش عشان المسألة مش واضحة عندي هنا، علشان كده ايه مستغربة شوية. طيب ماشي يا سيدي، انا عملت ايه بقى؟ انا حسبت البريشر عند 1 ازاي؟ اول جبت البريشر عند 1، هو بيقول لك P1 بيساوي كام؟ 696 سوري 596.309 مليمتر مركري. تمام، عايز تحولها لباسكال هتعمل ايه؟ هتاخد الفاليو دي اللي هي دلتا اتش 0.309، هتضربها في الرو بتاع المركري، هتضربها في الجي، يديك الدلتا بي او البي ساعتها عند المكان. يبقى في الجي في تايم 9.1 تايمز 13600، المفروض تديك ايه الفاليو بتاعت الجي. بس ما تنساش ان انت عملت، او انا عملت غلطة كبيرة، انت بتضرب مليمتر في متر بير سكند سكوير في كيلو جرام بير كيوبيك متر، يبقى ده لازم يتقسم على 1000 متر. تمام، خلي بالك ما تغلطش غلطتي. طيب هتطلع معانا كام؟ تطلع 7.6 باسكال. تمام، بقى معايا P1 هنا، سمي دي نقطة 1، دي نقطة 2، نقطة 3 فين؟ فوق هنا اهو، دي نقطة 3. تمام، كويس جدا. طيب أنا لو عملت لو عملت أبلكيشن، إيه المطلوب؟ يعني P1 معايا، يبقى مطلوب P2 وP3. طيب علشان أحسب P2 مبدئيا الإليفيشن أنا مش قلقان منه، يبقى القصة أو اللعبة هنا لعبة بريشر مع فلوستي، تبقى عارف البريشر وعارف الفلوستي عند مكان، خلاص يبقى أنت حسبت الباقي. طيب هل أنت تعرف الفلوستي بتاعت الإير؟ بصراحة مش متأكد إن كنا نعرف الفلوسي بتاعت الـ A ولا لأ. هو actually الفلوسي بتاعت الـ A، لو احنا قرينا المسألة تاني، قالك الـ airfoil moves through the air at 75 meter per second. طيب وبعدين قالك الـ fluid at point 3 moves downstream at 25 meter per second relative to the ground. طيب يعني أنا عندي السرعة عند 3، والسرعة عند 2 بزيرو لأنها stagnation point، والسرعة عند 1 علشان ده أصلا air ما بيتحركش وأنت داخل عليه، يبقى هتعتبر سرعة الـ air زي ما يكون relative ليك أنت، هيبقى 75 متر بير سكند. طيب يبقى أنا لو جيت أعوض في الـ equation، أعوض ما بين 1 و 2، أنا أعرف V2، أعرف V1، أعرف P1، أقدر أحسب P2 في الحالة دي. يبقى أنا حسبت P2 according لإيه؟ إن أنا أطبق بالنول إيكويشن ما بين 1 وما بين 2. P1 أنا معايا أهي، V1 75 متر بير سكند، لأن الإير ده ثابت، معليش إن هو كان بيتحرك بسرعة، الإير هنا في الحتة الأبستريم دي ثابت، فهحط السرعة بتاعته 75. الإير هنا بزيرو
عند النقطة دي، يبقى أقدر أحسب P2. يبقى حسبت P2 من تطبيق Bernoulli's equation ما بين 1 و 2، تمام؟ طيب بالنسبة لتلاتة نفس الكلام، بس أنا أعرف السرعة عند تلاتة. هل أنا أعرف السرعة عند تلاتة؟ actually سرعة تلاتة دي حضرتك فيها كلام شوية. ليه؟ لأنه بيقول لك 3 75 متر بير سكند relative to the ground، يعني زي ما يكون بيقول لك absolute السرعة absolute ب 25 متر بير سكند. طب سرعته بقى بالنسبة للبودي اللي احنا عاملين عليه مثلا control volume analysis بتاعنا، يبقى ساعتها تشوف سرعته بالنسبة للبودي كام. إذا كان هو سرعته الأبسوليوت 75 25 وفي حاجة داخلة عليه ب 75، يبقى سرعته relative للحاجة دي كام؟ 25 زائد 75. طالما الاتنين داخلين على بعض يبقى سرعة ده بالنسبة لده هو مجموع السرعتين. افتكر دي. يبقى السرعة لما هاجي أطبق مثلا ما بين 1 لـ 3 وما بين 2 لـ 3 اللي يعجبك، ساعتها افتكر إن V3، اكتب بقى إيه؟ V3 هتساوي 25 اللي هي relative to the ground اللي هي سرعة الهواء العادية عند الحتة دي، زائد 75، تمام؟ يعني هتساوي 100 متر بير سكند، تمام يا شباب؟ يبقى هتيجي تعوض في الإيكويشن، هتعوض عن V3 بالفاليو دي، هتقدر تطلع بقى هتعوض من 2 ل 3 او من 1 ل 3، اتس اوكي مفيش مشاكل، تمام؟ معلش لسه ما شربتش القهوه عشان كده ما جمعتش بسرعه. نرجع للكلام بتاعنا تاني. طيب دي كده المساله دي اتحلت كده، جبت P2 P3، المساله قصيره جدا، هي بس الفكره فيها بس الريلاتيف فيلوسيتي اللي احنا شفناها هنا دي. ان هو قال لي ان V3 دي والنقطة بتاعت الاستجميشن دي عشان تبقى فاكرها دايما. يبقى الجديد في المسألة دي نقطة 2 اللي هي نقطة استجميشن، ونقطة 3 اللي هي عندها ريلاتيف، مش مديني ريلاتيف فيلوسيتي، هو مديني ابسولوت فيلوسيتي، وفي بودي تاني بيتحرك على ناحيتها بسرعة اللي هو البودي اللي احنا بندرسه. ف وبالتالي المفروض نقطة 3 دي اللي هو بيتكلم عنها تبقى نقطة على البودي ذات نفسه علشان تميك سنس كده، تمام؟ كويس يا باشا. طيب نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها دي برضو الفكرة بتاعتها بسيطة جدا، يعني مش عارف هو محطوطة ليه لأنها عبيطة بصراحة. عندك يا سيدي يعني حاجة كده زي ما تكون ماسورة الأقطار بتاعتها مختلفة، تمام؟ وجي قال لك هنا ده سيكشن 1 وده سيكشن 2 وده سيكشن 3 وده سيكشن 4، او لا هو محط السيكشن هنا خلاص ما نظلموش يعني. ومديني التمبتشر، هو قال لك ان ده هوريزونتال فنتوري تيوب، التيوب دي بتستخدم لقياس البريشر، سوري لقياس الفوليومتريك فلو ريت عن طريق فرق البريشر قبل الفنتوري وعند الفنتوري، او قبل الفنتوري وبعد الفنتوري على حسب الديزاين بتاعه. طيب الفكره ايه؟ الفكره ان هو مديني السرعه عند الانلت ومديني البريشر عند الانلت، وقال لك فاينل بريشر ات ثرو تو وعند الاكزيت، لما الدايمترز بتاعتك الدايمتر الكبير بكذا والدايمتر الصغير بكذا، يعني العملية عملية continuity وعملية تطبيق بالنوليس equation ما بين النقط المختلفة. الزدات عندك هنا في المسألة هتبقى واحدة ما بين النقط كلها، كل الحكاية تبقى عارف البريشر هنا كام، وهل محتاج تعرف البريشر هنا، أو إيه اللي أنت عارفه وإيه اللي أنت ما تعرفوش ما بين نقطة 1 نقطة 2 نقطة 1 نقطة 3 وهكذا، تمام؟ فمش عايزين برضو نضيع إيه وقتنا فيها. المفروض إن إيه إن الفايل بتاع حل المسائل دي اترفع لكم. احنا بس لو في اي فكره جديده عايزك تاخد بالك منها او سيستم في الحل، هو ده اللي احنا بنحاول ندمونستريته هنا او نوضحه هنا اكتر. طيب المساله اللي جايه دي عايز اتكلم عنها، يعني هي دي اللي ممكن يكون اي فيها فرق شويه، وهنقول نقطه عن المساله الاخيره ونبقى كده ايه ان شاء الله خلصنا. طيب المساله دي لذيذه قوي،
ايه بقى؟ يا رب يكون اللي انا مشتغل. بص يا سيدي، هي ماسورة برضو جاية كبيرة، وبعدين حصل لها ريدكشن في الدايمتر بالشكل ده. حلو. وجه راح مركب لك عند الحتة الضيقة دي مانومتر بالشكل ده، والطرف التاني من المانومتر وصله باستجنيشن تيوب عند الحتة الواسعة. طبعا الحاجات دي بتبقى صغيرة، يعني احنا مكبرينها بالشكل ده عشان تبقى باينة بالنسبة لك بس، لكن دي بتبقى تيوبز رفيعة أوي. طيب، من معرفتك انت عارف ان الحتة دي كده بتقيس استجنيشن او توتال بريشر، والطرف ده بيقيس ستاتيك بريشر. تمام، كويس جدا. وارجع تاني واسألك سؤال كنت قلته المرة اللي فاتت في الريفيو، هل الاستجنيشن بريشر في الماسورة له لوكيشن؟ لا. افتكر الحتة دي، يقف في أي حتة يقيس نفس الفاليو. المفروض يعني according to Bernoulli إنك أنت تحطه هنا تحطه هنا تحطه هنا بيقيس نفس الفاليو، اللي هو تأثير الاستاتيك مع الدايناميك، الاستاتيك مع الدايناميك، الاستاتيك مع والاستاتيك مع الدايناميك مش هتغيروا، الترمين بيتجمع energy مش هتفنى، هتتغير من الصورة دي للصورة دي، لكن مجموعهم المفترض according to Bernoulli ما دام مفيش losses في الفريكشن يبقى ثابت. تمام، لكن الاستاتيك يتغير. حلو، كويس جدا. يعني انا الماسوره دي لو حطيتها هنا حطيتها هنا حطيتها هنا ما عنديش مشاكل، لكن لو دي نقلتها من هنا لهنا لا تفرق. اذا مين فيهم اللي بتقيس، او احنا كده بنقيس عند فين؟ بنقيس هنا ولا بنقيس هنا؟ لا، بنقيس عند الحته اللي متوصل لها الاستاتيك، لان الاستاجنيشن حطها هنا هنا ان شاء الله تحطها بره السبوره براحتك، طالما في الماسوره مش هتفرق، بتقيس نفس الفاليو او بتريفير لنفس الفاليو. حلو. يبقى هنا لو انت جيت قلت لي الارينجمنت ده بيقيس الاستجنيشن عن انهي ضغط، فرق الاستجنيشن عن انهي، او بيقيس عند انهي كروس سكشن، تقول لي هنا، اقول لك انت غلطان. احنا بنقيس هنا فرق. تمام، يبقى القياسات بتاعتنا لو انا قست الفرق ده وحولته لسرعه يبقى انا السرعه بتاعه الكروس سكشن ده. تمام كده، تثبتها في دماغك عشان في ناس كتير بتتلخبط من الموضوع ده. طيب، فقال لك اسمها، فلقينا طبعا في فرق وهيبقى لصالح الناحية دي بالشكل ده كده، ده الفرق اللي عندنا. طيب، قال لك الفلويد اللي بنستخدمه في القياس ريد اويل، وقال لك كمان الدامتر هنا دي 2 6 سنتي، وهنا ده دي 1 يساوي 10 سنتي. تمام، والفلو طبعا ماشي كده. الفلو ده فلو ايه يا فندم؟ الفلو ده حضرتك قال لك flowing fluid is CO2 ماشي عند 20 سلسلس ونجلكت اللوسز، واداني فرق في القراية دي كام؟ ب 8 سنتي. قال لك اف بي 1 170 كيلو باسكال، اف بي 1 170 كيلو باسكال. حلو. And the manometer fluid is Marion Red Oil SG، مديني الـ SG بتاعك. المانومتر اس جي بتاعته بتساوي 0.827 ماشي، specific gravity estimate P2 with a gas flow rate in cubic meter per hour by requirement P2 و Q in cubic meter per hour. حلو، نبتدي ازاي بقى ومعانا ايه والقصة عاملة ازاي بالظبط؟ انا عندي البريشر عند 1، عندي البريشر عند 1. تمام، والله بقى مش هشغل دماغي دلوقتي بان هو جيج ولا ابسولوت، والله كان ابسولوت يبقى البريشر التاني اللي هحسبه على اساسه هيبقى ابسولوت، لو كان جيج يبقى البريشر التاني هيبقى جيج. ما تقلقش نفسك بقى من الموضوع بتاع جيج وابسولوت هنا في القصه دي. تمام، ابتدي سوليوشن ازاي؟ معايا الاريا دي ومعايا الاريا دي، هل معايا فلوس دي؟
في الواقع معيش الفيلوسيتي لا V1 ولا V2، معايا P1 ومعيش P2، بس معايا فرق معايا الديناميك بريشر عند 2، والديناميك بريشر عند 2 يعني الفيلوسيتي عند 2. حلو، الحتة اللي انت قايس عندها الاستاتيك وقايس الفرق، فرق الاستاتيك عن التوتال، فرق الاستاتيك عن التوتال عند الحتة دي، يعني الحتة دي انت قايس عندها الديناميك بريشر. انت قايس كده الديناميك بريشر، الفرق اللي انت قاريه ده، ده يا فندم حطها حلقة في دماغك، حطها يعني ثبتها في دماغك، ده الديناميك بريشر عند النقطة دي. حلو، انت مش قايس الاستاتيك لانك انت ما تعرفش الاستجنيشن بكام. اللي انت قايسه هنا فرق الاستجنيشن اللي هو ثابت في كل حتة هنا عن الاستاتيك عند النقطة دي، اللي انت قايسه هو الفرق اللي هو الديناميك. يعني بمنتهى البساطة، القراية اللي قدامك دي اللي هي جاما اويل في دلتا اتش دي حضرتك عبارة عن رو في 2 سكوير اوفر 2. لو انت رجعت اللي احنا كتبناه في الريفيو رقم 1 هتلاقي ان انا اللي بقوله لك ده الترم بتاع الديناميك بريشر، وده الفرق ما بين الاستاتيك سوري الاستاجنيشن والاستاتيك. تمام، كويس. يبقى انا لو طبقت هنا مباشرة انهي رو دي يا فندم؟ دي رو بتاعت السي او 2. هنا الجاما دي بتاعت الاويل، يبقى رو اويل اللي هي 827 multiplied by جي 9.81 مضروبة في دلتا اتش اللي هي 8 سنتي 8 على 100 بتساوي رو بتاعت ثاني اكسيد الكربون اللي هو لو احنا عملنا لها ابروكسيميشن للاير طالما هو مش مديها لك واخد بالك تبقى 1.2 تضرب في في 2 سكوير اوفر 2، يبقى في 2 حضرتك تقدر تعمل لها ايفالويشن بمنتهى البساطه طلعتها بكام هنا. يعني شوف انا مشيت في سكه صعبه شويه، دي سكه اسهل بكتير، في 2 على طول جبتها. فين في 2 يا فندم؟ حتى ما حسبتش ال V2 هنا، خلاص سيبك من السوليوشن بتاعي ده، هبقى أعدله. ال V2 بمنتهى البساطة تقدر تحسبها هنا بالأرقام اللي قدامك دي. معاك مين دلوقتي؟ معاك V2. طبق الكونتينيوتي زي الباشا، إنك أنت معاك D1 وD2، يبقى ساعتها تقدر تقول إن V1 D1 سكوير، لأن إحنا حذفنا باي على 4 من الطرفين، تساوي V2 D2 سكوير. تمام؟ يبقى V1 هتساوي V2 اللي انت حسبتها في D2 over D1 whole square. يبقى دي حسبت V1 يا فندم على طول اهو، فبقى معاك V1 و V2 بعد ما كانش معاك حاجة. ومعاك P1 طبق برنولي بقى ما بين 1 و 2، واخد بالك، وال difference in elevations elevation راح خلاص، وبالتالي اقدر اقول بمنتهى البساطة applying Bernoulli's equation applying Bernoulli's equation between 1 and 2 هتطلع يا فندم مين؟ P2 هي الوحيدة اللي هتبقى مجهولة عندك. والله كان ده جيج P2 هتطلع جيج، كان ده absolute P2 هتطلع absolute. بس طيب دي P2 حسبناها، Q بسيطة جدا، ما انت حسبت V1 و V2، Q هتساوي V1 في A1، هتطلع لك بإيه؟ بالمتر كيوب بير سكند، اضربها في 3600، ولا كام براور؟ هو عايزها براور؟ 3600، تطلع لك الفاليو متر كيوب بير اور. بس يا سيدي اتحلت المسألة. يبقى كان الكي بتاع المسألة فين؟ انت قايس ايه هنا؟ البتاع ده بيقيس لك ايه بالظبط؟ البتاع ده بيقيس لي الفرق ما بين، او البيت تيوب ده بيقيس لي الفرق ما بين الاستجنيشن اللي هو هنا بيساوي هنا بيساوي هنا according to Bernoulli طالما مفيش فريكشن.
بيقيس الفرق ما بينه وما بين الاستاتيك بريشر عند الحتة اللي انت مركب فيها الاستاتيك تيوب. طب الفرق ده بيساوي ايه؟ بيساوي الديناميك بريشر. الديناميك بريشر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رو في سكوير اوفر 2 عند الحتة اللي انت مركب عندها الاستاتيك بريشر، تمام؟ وده اللي احنا ترجمناه في الاول. قلنا يبقى معناه ان فرق القراية دي بتاعة اليوتيوب مانومتر دي دلتا اتش في الجاما بتاعتها هتساوي الديناميك بريشر اللي هو الفرق ما بين الاستاجنيشن او التوتال والاستاتيك، هيساوي رو في سكوير اوفر 2. تمام، الكي دي حلت لك المسألة بقى على طول في الدغري من غير اي تعقيدات في الحل. طلعت في 2، رحت للكونتينيوتي، طلعت في 1، بقى معاك في 1 وفي 2، معاك بي 1، جبت بي 2 من برنوليز ايكويشن. تمام، بقى معاك الفيهات كلها، احسب الكيو اللي تعجبك عند اي كروس سكشن. حلت المسألة. مسألة رقم 10، تطبيق مباشر بسيط عبيط على المسائل بتاعة الماشينز. عندك الفروق الارتفاعات وعندك الفيلوسيتيز، وقال لك ان في بامب وعايز يحسب الباور بتاع البامب دي، ومديك الكيو كمان. هتطبق ما بين النقطتين، انت ما عندكش غير النقطتين دول اللي انت تعرف السرعة عندها، سوري، تعرف الـ Givens أو الـ Parameters بتاعتك الـ Pressure والـ Velocity والفرق الـ Elevation عندهم. تمام؟ طيب لو في أي مشكلة مثلا في المسألة دي ابعتلي. المسألة الأخيرة بقى فيها حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بنيت لك لأول مرة في المسائل هنا، حاجة اسمها Discharge Coefficient. إيه الـ Discharge Coefficient ده؟ لو أنا مديني Discharge Coefficient ده يفرق معايا في إيه؟ يفرق معاك يا فندم، يفرق معاك ان في ظاهرة لاحظوها لما يبقى عندك شارب ايدجز عند الخروج بتاع الفلويد، يعني لما يبقى الخروج بتاع الفلويد بالشكل ده مش واخد كيرف، يعني بمعنى اصح ادي التانك مثلا اهو، ادي طرف التانك، تمام؟ فلاقوا ان الفلويد وهو بيجي يدخل الماسوره بيعمل حاجه زي كده، يعني ايه؟ الكروس سكشن بتاعه بيضيق شويه نتيجه ان هو بياخد اللفه دي، والحته دي بيبقى فيها فورتيسيز وبيبقى فيها لوسز، تمام؟ فقال لك يبقى الاريا اللي هنا دي او الفيلوسيتي اللي احنا بنحسبها عند هنا دي ما بتبقاش مغطيه الاريا كلها، فقال لك عشان كده بنضرب ال v في الايه، بنضربها في discharge coefficient. discharge coefficient ده المفروض بيبقى ما بين، طبعا بيبقى عشان coefficient ما بين 1 و0 فبيبقى اقل من 1، يعني اللي هو يعني ال Q ما بتبقاش V في A بالظبط بسبب اللينا كونتراكت اللي بتحصل دي. تمام، عشان كده لما يجي يقول لك discharge coefficient زي ما قال هنا takes the discharge coefficient عند الخروج، طبعا هيبقى عند الخروج يعني مش الفلو كده في العبيط في اي حته، عند الخروج بيبقى فيه discharge coefficient اللي عنده sharp edges بالشكل اللي قدامك ده، عشان كده بيفضل انها تتعمل لها فلت عشان تساعد الفلو ان هو ما يحصلش بينه وما بين الوول سيبريشن. تمام، طيب ويبقى في الحاله دي الكيو بتبقى عباره عن velocity مضروبة في الاريا مضروبة في ال discharge coefficient عشان تديك value more realistic. تمام يا شباب، يبقى هو ده الفرق الوحيد اللي عندنا، دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنتكلم فيها في المسألة دي. عشان كده هو قال لك فعلا a sharp edged orifice of 12.5 mm diameter is situated in the base of a closed tank shown in the figure. At a given instant, the head of water above the orifice is 1.8 meter. If the discharge of the water is to be blah 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 at this instant, find the pressure of air which must be pumped in above the water. طيب يعني هو عايز ايه؟ هو عايز البريشر بتاع الاير اللي يتضخ فوق الميه بحيث انه يفضل اللي ايه؟ يفضل الستيت بنفس المواصفات اللي هو وصفها لك دي. وبالتالي انت عايز تحسب البريشر بتاع الاير عند التوقيت ده، عند التوقيت اللي بيحصل فيه الديسشارج بالمواصفات دي، علشان خاطر يفضل يخرج بنفس السرعه اللي هو بيطلع بيها دي.
وبالتالي انت عندك سرعة الخروج، وبتعتبر ان السرعة بتاعت الليفل دي صغيرة، واخد بالك، اللي هو برضه هتأبروكسيميت انها زيرو، لكن البريشر عندها المرة دي مش معروف. هو ده اللي انت بتحاول انك انت تعمله استيميشن، يعني البريشر اللي فوق بتاع الاير ده هيبقى بكام؟ هو ده المفروض. يعني تانك مقفول زي ده كده اهو، اهو مش القلم بيموت، بس وادي الخروج بتاعه اهو، وهنا اير وهنا ووتر، ووتر اير، والمفروض بيفضي بدرجة معينة. وزي ما قلنا هيحصل هنا حاجة زي البينا كونتراكت كده، أو إن هيحصل كونتراكشن في الـ ريدكشن في الأريا بتاعة الفلود وهو خارج، نتيجة السبريشن اللي بيحصل بسبب الشارب ايدجز دي. وبالتالي الفرق اللي هيحصل دلوقتي انك انت هتيجي تطبق برنولي ما بين النقطة دي والنقطة دي، القطعة، وما بين النقطة، نعتبر النقطة دي مثلا عشان دي الخروج، خد بالك، او بلاش، يعني انا كنت طبقت استعملت انهي بريشر، بي اكزيت يعني ابروكسيمتلي بي اتموسفيريك انا، تمام. وعلشان كده بنقول ساعتها انا اعرف البريشر هنا لكن ما اعرفش البريشر هنا. اقسم الفلوستي هنا برضو، الفلوستي تقريبا الفي سكوير بزيرو. الفلوستي هنا هي اللي انا اقدر احسبها، او هو مديهاني، او مديني الام دوت. طيب الام دوت دي هتساوي رو الفي في الاريا، تمام. وبالتالي في الحالة دي هتبقى مضروبة في السي دي، ما تنساش ده، تمام كده. يبقى في الحالة دي لو انت هتحسب عند الخروج يبقى لازم تبقى مضروبة في الايه، في السي دي. حلو جدا. بعد ما هتحسب ال V according to the correlation دي، بقى عندك ال V عند الخروج، ال V هنا already عارفها، فرق ال elevation مديهولك ب 1.8 عند التوقيت ده، عند اللحظة دي. فانت محتاج بس تعرف ال pressure بتاع ال air هنا، هتحسبه من Bernoulli's equation. بس هي دي المسائل بتاعة الشدة. أنا كانت تهمني فعلا مسألة رقم 9 اللي أنا اتكلمت فيها بتاعة الاستاتيك والاستاجنيشن، علشان المسألة دي بتلخبط ناس كتير، وأنا لما كنت طالب كنت بتلخبط فيها بصراحة، أو اتلخبطت فيها. فأرجو إنكم تكونوا فهمتوها كويس، تعرف تأبلاي أو تقدر تحل المسائل بتاعة الإنرجي أو بالنوليز إيكويشن، تعرف إمتى أحتاج إن أنا أطبق الإنرجي، إمتى أحتاج أطبق بالنوليز إيكويشن، عرفت إيه فايدة الفري سيرفيس بالنسبة لك، إيه الفرضيات اللي أنت بتفرضها بالنسبة له، ولما تيجي تمسك المسألة تبقى عارف إيه النقط اللي أنا أعرف فاليوز عندها، والنقط اللي أنا معرفش، إزاي أقدر أشوف إيه الإيكويشنز اللي أنا محتاجها، وإيه الإيكويشنز اللي ممكن تعصلك للحل بتاعي وتزود عليا وخلاص. أرجو إن الأمور دي كلها تكون واضحة، وإن يكون الشرح بتاع المرة دي كان واضح ومباشر. إن شاء الله المرة الجاية هنغطي الـ equation conservation of moment of momentum. أشوفكم على خير بقى إن شاء الله، وربنا معاكم.